مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. انا مرحبا بكم على قناتي، قناه ريسيكلاغ هاند ميد دي اي واي. نقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه، شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. اذا نقعدوا دائما مع افكارنا الحصريه في التدوير والاسترجاع والديكور. جبت لكم اليوم هذا المنظم متعدد الاستعمالات اللي يقدر يكون حامل لاصيص الزرع ويعطيه منظر شيك. راح تشوفوا معايا يقدر يكون منظم في لغرفه الاولاد ولا الغرفه تاعكم، ديروا فيه الميك اب تاعكم، ديروا فيه الاكسسوارات، تقدروا ديروه في الحمام، يعني تحطوا فيه توسكي بروسادون ولا لي صابون لي برودوي تاعكم كوزميتيك. دونك تلقاو له مكان في المنزل. اذا راح نشوفوا كيفاش نخدموا هذا المنظم تاعنا. احتاجنا دائما الى خيش مسترجع، قماش كذلك مسترجع اللي راح نديروه الوجه الداخلي. اذا قطعت قطعتين دائريتين كما كنت تلاحظوا، وقطعه مستطيله على حساب القاروره تاعكم. القاروره تاع 5 لتر المسترجعه، اللوات هنايا ولا البونج يعني اسفنج لي 2 سنتيمتر، المقص عندي الثاقب اللي راح نتقب به الفيغا سودي. اذا تحكموا القاروره تاعكم بكل سهوله بالكوتور، تنحيولها يعني على حساب الطول واش راكم حابين. انا هذه ما نرميهاش، راح ندير بها شيء اخر. اذا جبت القاروره البلاستيكيه هنايا ودرت ثقبين، هاد الثقبين خاصين باليد اللي راح نشد منها المنظم ديالي. دونك جبت لو فيغ اسودي درتو في لابريز سخن، وحددت يعني علمت النقطتين اللي راح نزيد نكبرهم فيما بعد، لانه راح ندخل الحبل تاع الخيش. دونك نتوما الثقب تاعكم يكون على حساب لو كوردون ولا اليد اللي راحين بيان سور راح تحطوها. فوالا، دونك هذه الخطوه ديروها مقبل، باسكو من بعد كي نفوتو نغلفو ما نقدروش نثقبوا القاروره تاعنا. اذا هام ليك الثقوب زدت كبرتهم. اذا تحكموا لاوات تاعكم كذلك، لاوات تقطعوا لها يعني الطول تاعها يكون مناسب للطول اللي خيرتوه للمنظم تاعكم. اذا ديروا الدائره السفليه في المحيط. علاش درت هنا؟ باش نمدلو فوليوم برك. اذا غندير فضلت نديرو من الخارج هاد لاوات وما نديروش من الداخل، لانه لو كان نديرها في الداخل راح تنقص لي الحجم تاع القاروره البلاستيكيه. اما من الخارج يعني راح يمدلو فوليوم يعني كثافه، وراح يعطيلو كذلك مظهر جميل. اذا هنا تلصقوا عادي بالسيليكون، ولكن نصيحه ما تكثروش بزاف السيليكون، لانه راكو تخدموا فوق قاروره بلاستيكيه. دونك الا كثرتو بزاف تقدر الشكل تاعها يعني تفقد الشكل تاعها بفعل حراره هذا اللاصق. اذا هاي ليك بعد ما تغلفوها بلاوات، الان نروح للقاعده نجيب الدائره تاعي تاع الخيش المسترجع دائما. اذا وتلصقوها في الناحيه السفليه وتثبتوا الحواف بشكل جيد. اذا بنفس الطريقه تجيبوا القطعه تاع الخيش. هنا بالنسبه للقطعه تاع الخيش الطول تاعها كان زايد حوالي 10 سنتيمتر، هكذاك 8 10 سنتيمتر على طول القاروره. اذا نثبتها عادي فوق اللاوات، ثبتوها هنا مليح ما تخافوش دائما باللاصق تاعنا. اذا هنا لانه في القاعده السفليه، شوفوا معايا الان واش راح ندير. راح نعاود نطوي هذيك الزياده اللي قلت لكم عليها تاع 10 سنتيمتر
نحو الداخل ولصقها بالسيليكون، تكملوا كامل هكا بالحواف، في الحواف كامل فوالا. وتستعملوا هنا السيليكون باش يعطيكم شكل جميل، يعني ما حبيتش لانه كي نقطعوا الخيش، الخيش كما دائما نقول لكم خيوط، دونك هذيك الخيوط راح تظهر وما راحش يكون لا فينيسيون، يعني العمل تاعكم ما راحش يكون متقن. دائما نقول لكم خاصه اذا كان هذا العمل راح تديروه كمشروع. فوالا درك هنا جبت الحبال تاع الخيش تاعي اللي كنت وريتها مقبل في الوسائل. اذا قطعت قطعتين حوالي 20 سنتيمتر، دونك نتوما تحبوا اليد تاعكم تكون كبيره ولا صغيره. ودخلت فقط مقص مدبب في، بما انه الخيش يعني مثقب دونك راح تكون العمليه جد سهله. تحكموا لاكورد تاعكم الحبل، دخلوه من الناحيه الداخليه وتعقدوا، وتعاودوا تدخلوه في من الجهه الخارجيه وتعقدوا كذلك. بهذا الشكل تكون تحصلتوا على اليد تاع المنظم تاعكم. انا فضلت اليد تاعي تكون من حبل الخيش باش نقعد دائما في المواد الطبيعيه، تعرفوني نحب هذه المواد الطبيعيه. نتوما تقدروا الا كان عندكم لو كوير، الجلد ولا كوردون ولا اي حبل اخر تقدروا ولا اي قماش كذلك، تخيطوا ايدي يعني وتلصقوها، تقدروا تخيطوها وتلصقوها بماكينه الخياطه. اذا بنفس الطريقه تجيبوا القماش تاع الداخل، يقدر يكون اي قماش مسترجع، يعني ملابس قديمه ما تحقوهاش، والا قماش مسترجع. مام هذا القماش يعني يعمل 200 دينار، يعني ماشي غالي الثمن الاخوات اللي حبوا يديروا به مشروع، دونك ما كلفنا والو. هذا المنظم هذا يعني تقريبا اقل من 200 دينار لو كان تحوت تشروه بثمن غالي جدا. اذا لاحظوا معايا، خيط الوجه الداخلي بجوستو بلا ماشينا كود، تقدروا تخيطوه بيديكم ولا تلصقوه بالسيليكون لما توفرتش عندكم هذه الخياطه. دونك راح تطويوه الفوق ثاني وتجوزوا له، وتخيطوا الدائره السفليه وتلبسوه. هنا تعمدت باش ما نلصقوش يعني في المنظم تاعي، باش نقدر ننظفو يعني كي يتوسخ نحيه عادي ونغسلو فوالا. هنا وسقموا يعني حتى تعدلوا في الخارج، راح تعدلوا المستطيل تاعكم، تحبوا تخرجوا شويه تحبوا تخرجوا بزاف كيما تحبوا. انا كانت قعدت لي قطعه خيطتها مستطيل كيما كنت لاحظتوا، ودرت لها حشو بلاوات باش نعطيها الشكل تاع حبه حلوه. اذا تربطوا الحواف عادي، انا كان عندي خيط الخيش، تقدروا نتوما ديروا اي خيط وتلصقوها في المنظم تاعكم. تقدروا ديروا انو، تقدروا ديروا ديكور ولا نجوم يعني بالقماش هذايا، وتخيطوها فوق القماش من قبل. الديكور دائما نقول لكم ادواق، دونك زينوها كيما تحبوا. هاي اللي قلت لكم درنا منظم سقى منا يعني اقل من 200 دينار، اقل حوالي 100 دينار. قلت لكم لو كان تحوت شروه شيك يعني مواد طبيعيه، شوفوا الخامات تاعو. دونك فوالا كانت هذه الورشه تاع اليوم، ديروها منظم مام للاصيص تاع النبات، مدتلو بزاف شكل جميل. ميك اب تاعكم كيما تحبوا. المهم كانت هذه الفكره اللي بارطاجيتها معكم اليوم، قسمتها معكم اليوم، جيسبر تعجبكم. ولا عجبتكم لايكيوها وخليو لنا لي كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في افكار حصريه وابداعيه. بقاو اوفياء القناه روسيكلار هاند ميد. مع السلامه.